عمار، طاح عمار في هذه الشمعة الكبيرة اللي كسر فيها قاع نوفمبر. وين قاع نوفمبر؟ 10/64 هلا. لما جاء عمار طلع وصل 13 ونزل، قالت الناس الله، هذا الكلام في شهر 6 و5، يا بلاش عمار ب10/64 يا ولد، القط شيل شال. فاجأ عمار دج كسر 10/64، أتعلق أخونا في الله، طاح السهم وصل قاع القناة. سمع أبو محمود يقول الله، السهم على نسبة 61 في بتصحيح، السهم قريب دعم 49/42. قال بس فرصة خليني أعدي، عدل اللي عليه ب10/64. كم تتوقعوا ممكن يطلع عليه المتوسط؟ ب10 ريال. جاك إعمار طلع وصل 10، وصل 10 ريال وعداها، وراح اختبر 10/64 وضرب 11 ريال. طيب اللي عدل بها تحت وخلت متوسط 10، كم كسب فيها؟ نص ريال، هو كسب ريال. قول هو مسكين باع ب10/64 وراح السهم 11، قال الله يرزقني في الباقي أبيعها عندي 11/67. قام إعمار رجع طاح مرة تانية، طاح مرة تانية وصل 49 اشترى. كم شار متوسطها؟ ب79. رجع إعمار طار قبل كم يوم، دق 10/64. تخيلوا دحين الرجل قاعد له 4 شهور في إعمار، خسران ولا كسبان؟ في عنده مشاكل في المحفظة، في عنده خسائر، هذا أداء 4 شهور تذبذب. وين الكارثة؟ وين المشكلة في السوق وهو في إعمار؟ واليوم إعمار 9.83. طيب فأنا أفترض إنه واحد مسكين متعلق في إعمار من قاع نوفمبر، مشتري قبل سنة ب10/64، من سنة، من 11 شهر، كم قيمة السهم اليوم؟ 9.8. كم خسران؟ 8%. هل هذه خسارة في عالم سوق المال؟ وهو سبب الخسارة مو السوق ولا السهم. الأفندي لا يبغى يبيع ولا يبغى يشتري، ما يبغى يستفيد، ما يبغى ينزل متوسطه، وبرضه مو خسران، خسارة لا تذكر، ما حد يتكلم فيها. والسبب مو السهم والسوق، السبب هو شايف سهمه في ترند هابط، مو راضي يستفيد من تذبذب. وين الكارثة اللي في عمار طيب الآن من 5-6 شهور ولا سنة؟ وش مسوي عمار خسائر كبيرة يعني؟ مظبوط كلامي ولا لا؟ يا جماعة ترى المؤشر العام والسوق بشكل عام ترى خدعة كبيرة للعالم اللي دخول. بينما الإنسان العاقل اللي مركز في سهام ترى مر عليه الأزمة دي، المتوسطات ضبطها، القيعان مسيطر عليها، متمركز، هو قاعد يستنى إيش؟ قاعد يستنى الانفراد، لكن ما عنده مشاكل تخليه يخاف ويطلع من السوق، هو قاعد مسيطر واستنى الفرج. طيب هذا بالله كيف يطلع من السوق؟ يطلع من السوق، يقوم السوق يروح ويسيبه زي كده. نحن في أزمة كورونا كنا، السوق نازل فينا نعدل صابرين إلين جاتنا. مين استفاد من السوق؟ ما استفاد من السوق اللي في وسط السوق، اللي سيطروا على القيعان، اللي عدلوا، اللي ضبطوا لما جاء الارتداد، اللي كانوا برة السوق جاء لحقوا السوق. إذا الشركات طارت ثلاث، يعني هذا إعمار متى حيعطي دخول؟ إذا اخترق 11/70 11/80 كشفت 13. طيب في عالم تقول لك لا لسه في ترند هابط، أنا أدخل إذا اقتحم المثلث زي دار الأركان، إذا عدى 13/30 أنا أدخل، أعتبرها اختراق للمثلث. طيب تعرف يا أفندي كم عين صاحبنا هذا اللي قاعد في السوق في إعمار
من 7-8 شهور 30%، وحتيجي انت تدخل مع إشارة الدخول ويكون صاحبنا معين خير 30%، وإن الله كاتب له قاعد في السهم بايع له كمية ومخلي كمية، هذا ممكن يروح السهم معاه يوصل 15 و16 زي دار الأركان ويلاقي نفسه حقق 70-60%. طيب الخوف ايش نفعه لما كان عند 10 ريال من سنة؟ أطلع أخرج السوق رايح فيها، يا أبوي أنا سهمي في قيعان، أنا سهمي أنا قاعد مراقبه منضبط، صحيح هو هابط لكن أنا ببيع واشتري، متوسطاتي حلوة، نزلتها تحت 10. هذا الكلام أقوله لأبو عبد الله اللي سألني عن إعمار دائما، أعطيله خفف أرجع شيل من دعم، أعطيله خفف إذا ارتدها ينزل شيل من دعم، لأنه السوق ما هو مستقر والسهم الذبذب، لكن أنت استفيد. فما ضر راعي إعمار اللي قاعد من سنة في السوق. اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية وتكلمت الناس وقالوا الأسواق ما فيها خير، وقالوا إنه الفائدة حترتفع والمدد. طيب واللي في إعمار جالس يعني في المحور ده خسران؟ مين الخسران غير المضارب اللحظي؟ مين الخسران اللي اشترى بعشرة 64 ولما كسر العشرة 30 شرد؟ الخسران اللي اشترى بعشرة 60 ولما كسر العشرة شرد؟ وكم مرة كسر إعمار عشرة وشرد الناس؟ وأخونا في الله هذاك العاقل ماسك نفسه وقاعد يلعب بكمياته، تحصل يضحك على هدول الناس اللي بيخرجوا من السهم، هدول بيبيعوا وبيكتبوا على نفسهم خسائر وبيحرقوا محافظهم، وهو جالس إيش بيسوي؟ محافظ على فلوسه، بالعكس ومظبط متوسطه ومرستك نفسه وقاعد يستنى الفرج. وممكن يكون في واحد فتك تمام يدخل في عمار يلقط له 20 هذا لو يخرج وما يخسر في عمار. طيب خلاص، طيب هذا ممكن ما يرجع عمار مره ثانيه، ممكن ينسى عمار ويروح سهم ثاني ويتوفق في سهم ثاني، او يروح يطب له في قرد ثاني والقرد الثاني يقرده وياخذ منه 30 هذا اللي يكسبها في عمار. اما الرجل ده مستقر بفلوسه وجالس وقاعد يبني محفظته في القيعان دي الين يجي له الفرج. شفتوا الفرق؟ هذا اللي انا دائما لما انا تسمعوا استراتيجي وما استراتيجي، هذا الشيء اللي مخلينا ثابتين في السوق، هذا الشيء اللي مخلينا متمركزين في السوق. بس احنا طفشانين انه ما بنكسب، ما بنحقق مكاسب، ما بنعوض بشكل كبير، لكن عندنا مشاكل جديدة في المحافظ من 4-5 شهور ما عندنا. أسوأ شيء شفناه في شهر 6 ووقف. ليه؟ لأنه استفدنا من الارتدادات المجزية، ولما رجع نزل السوق نفس الكلام.